بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنواصل كلامنا على يونت 1 ليسون 1 و 2. هنطلع كتاب جيم صفحة رقم 24 ونشوف دلوقتي بعض الحاجات الخاصة بالـ giving directions، أعطاء أو الكلام عن الدايركشن للاتجاهات. يبقى هنا أنا لما بأدي واحد طبعا أوصف له مكان أو اتجاه أقول له إيه؟ قلنا turn right أو turn left، أوكي؟ يبقى عندنا أول حاجة turn right أو turn left، الحاجات دي أخدناها قبل كده. Go straight on، go straight on this road، it is on the corner، أوكي؟ Walk past the railway station، walk past the railway station، take the second route، take the second route on the right أو on the left. يبقى الحاجات دي بحفظها، ليه بحفظها؟ احنا بنحتاجها في الديالوج، اوكي؟ الحاجة دي بنحفظها. تاني turn right او turn left، حاجة تانية go straight on the route is this route it is on the corner، حاجة تالتة walk past the railway station، حاجة رابعة take the second route on the right. هفكرك تاني بحرف الجر، اوكي؟ next to، next to بجوار، between كذا and كذا، بين حاجتين يعني. go straight on، go straight on opposite، okay on the right أو on the left، walk أو go past، walk أو go past on the corner، on the corner from كذا and from كذا to كذا، من إلى، من مكان إلى آخر، okay. طيب the bank next to، next to and بجوار، the my house is opposite، يعني قصاد امام يعني، the library is at the end of this road on the corner، on the corner take the first road on your right، on your right from the station go straight on and then turn left from the station، يعني من المحطة go straight on، خلي بالنا go straight on and then وبعد كده turn left أو turn right، go past the post office، go past the post office. طيب عندنا between كذا and كذا، بين اتنين، between Mona and Nader، between the bank and post، يبقى ايه بين هنا؟ between بين شخصين أو شيئين، between كذا and كذا، ما ننساش between كذا and كذا. طيب the library is not between to the Chinese restaurant، طبعا between هنا ايه ما تنفعش، امال اختار ايه بقى؟ اختار next to، يبقى ايه؟ خلي بالنا انا بختار الكلمة على حسب حرف الجر، next to. number two my house is next the bank and، ايه هنا في عندي حاجتين شخص شيئين اهو، البنك واللايبراري، يبقى هنا طبعا ايه between، يبقى الاجابة الصحيحة هنا ايه؟ هنا between وليس next to، اوكي؟ طيب هنشوف مع بعض عندنا proposition of time، يعني ايه حروف الجر الخاصة بالزمن او بالوقت. هنشوف اول حاجة عندنا ايه، حاجة اسمها in، طبعا عندنا in وعندنا on وعندنا at، اوكي؟ كل واحدة من دول لها ايه طبعا لها استخدام. in امتى استخدم in؟ امتى بستخدم in؟ بستخدم in في الشهور، اول حاجة في الشهور January، April، March، June، July، يبقى ايه واحد مع الشهور. اتنين مع season، مع فصول السنة Spring، in winter، اوكي؟ يبقى مع فصول السنة. تلاتة مع السنوات in 1984، in 2015، يبقى مع السنوات. مع القرون in the 20th century، القرن العشرين، اوكي؟ مع times of day، فترات اليوم in the morning، in the afternoon، in the evening. يبقى كده معنى كده يا ولاد ان ان بستخدمها في كام حاجه؟ 1 2 3 4 5، يبقى في المانثز، اول حاجه مانثز، والسيزونز فصول السنه، years سنوات السنه، centuries مع القرون، مع اوقات اليوم او فترات اليوم، يبقى مع الشهور والفصول والسنين والقرون وطبعا فترات اليوم. نقول تاني، نحفظ مع بعض، مع الشهور، اوكي؟ طيب والاكبر من الشهر ايه بقى؟ الاكبر من الشهر هو السيزون، يعني ايه الفصل. طيب والاكبر من السيزون هو ايه؟ هو ايه؟ رير السنه.
والأكبر من السنة هو إيه؟ هو القرن السينشري، وإيه تاني؟ وتايم أوف داي فترات اليوم. يبقى مع الشهور وفصول السنة والسنين والقرون وفترات اليوم، هنا أستخدم حرف الجر إيه؟ إن، نستخدم حرف الجر إن، أوكي؟ تمام؟ طيب ماشي، بص هنا عندي إن أكتوبر، إن سمر، إن 2007، أوكي؟ In the 21st century, in the evening, in 3 weeks, وهكذا، كل ده حرف جر ايه؟ in. طيب حاجة تانية عندنا on. on تيجي مع ايه بقى؟ ركز معايا، on تيجي مع أيام الأسبوع، on Saturday, Sunday, Monday، مع أيام الأسبوع، وكمان و parts of days، فترات اليوم، on Tuesday afternoon، خلي بالنا بقى ايه؟ يوم التلات الظهر، on Tuesday afternoon، on Saturday morning، وهكذا، تمام؟ يبقى فترات اليوم، فترات اليوم، يبقى أول حاجة مع أيام الأسبوع، مع أيام الأسبوع، وفترات اليوم، فترات اليوم، ومع التاريخ، on November 22nd، أوكي؟ مع التاريخ في نوفمبر الثاني والعشرين، يبقى مع إيه؟ مع التاريخ، ومع إيه؟ الأيام المميزة اللي فيها طبعًا المناسبات. On my birthday, on Christmas day، يبقى ايه؟ الأيام المميزة اللي فيها طبعا مناسبة معينة، on my birthday, on Christmas day، وهكذا. يبقى نقول تاني، أفكرك، أفكرك on تيجي مع ايه؟ تيجي واحد أيام الأسبوع، اتنين فترات اليوم، تلاتة التاريخ، أربعة أيام مميزة أو أيام خاصة. نقول تاني، مع أيام الأسبوع، ومع اوكي فترات اليوم، ومع التاريخ، ومع طبعا الايام المميزه، on Fridays، on Thursday، on the 20th of May، on New Year's Day، الحاجات دي كلها طبعا on. شوف بقى ات بقى، ات تيجي مع ايه؟ ات تيجي مع الساعات، اوكي؟ ات 3 o'clock، 7 o'clock، يبقى مع الساعه، رقم واحد مع الساعه، مع الفيستيفال، مع المهرجانات، at Christmas، at Easter، وهكذا، مع المهرجانات أو الأعياد، exact of particular time، مع وقت محدد، at night، as a weekend، لما أنا بحدد وقت معين، at night، at night، as a weekend، أنا بحدد فترة معينة، at noon، at lunch time، وهكذا. يبقى at بستخدمها في ثلاث حاجات أفكرك بيهم، رقم واحد مع الساعات، رقم اتنين مع المهرجانات أو الأعياد، رقم ثلاثة مع إيه؟ أوقات محددة. نقول تاني، مع الساعات، مع المهرجانات أو الاحتفالات، مع إيه؟ مع الأوقات المحددة، أوقات إيه؟ المحددة. طيب أوكي، هنشوف مع بعض كده بالنسبة ل no proposition. في أحيانا هنا لا أستخدم حرف جر، زي بقى next week، next week، next year، next month، last night، last this morning، هنا الحاجات دي كلها، every day، every night، every year، tomorrow، today، yesterday، الحاجات دي كلها طبعا لا نستخدم معها حرف جر تاني، next week، next year، next month، last night، last year، this morning، okay، this month، كل ده لا نستخدم معه ايه؟ حرف جر، ممنوع استخدم معه حرف جر، okay؟ طيب هنشوف مع بعض كده هنا بعض ايه الاسئله اللي عندنا. بيقول لي بقى هنا، لوسي از ارايفنج فيبراري ايه؟ طبعا 13، طبعا ان هنا ما تنفعش، احنا قلنا يبقى ايه؟ قلنا طبعا ان هنا ما تنفعش، ليه؟ اوكي، طبعا اون، طبعا هنا ايه اون؟ لان ايه تاريخ. طيب اوكي، قلنا the train leaves tomorrow morning، دي الساعه، الساعه كام؟ الساعه 8، الساعه يبقى ات على طول، يبقى انا ايه؟ هو هنا ات، اوكي. I was born to 1992. طبعا in ليه؟ عشان هنا ايه جاي مع سنة، يبقى طبعا in، يبقى on ما تنفعش، يبقى هنا ايه in، يبقى هنا ايه in، اوكي؟ طيب تمام، هنشوف مع بعض كده، اوكي؟ بعض الأسئلة الموجودة عندنا، في عندي botanical fame on in ancient famous the city، اوكي، of Aswan is located in the south of Egypt. The word Aswan comes from the North Egyptian word Sun. طبعا ancient، يبقى هنا عندنا أول حاجة إيه؟ ancient،
جايه من كلمه ايه، الكلمه المصريه القديمه اسمها ايه، ancient which means market. اسوان is طبعا famous for، عارفين طبعا ان famous for اهي مشهوره بايه، its beautiful Nile Valley scenery، طبعا المنظر الجميل بتاعها، and its peaceful air، والهواء بتاعها طبعا او الجو بتاعها الايه النقي الايه الهادئ، its weather is warm all year round، الجو بتاعها طبعا دافي طول السنة. You can enjoy visiting the famous market، the North Garden، Botanical Garden، يبقى هنا عندي ايه Botanical Garden، دي رقم ثلاثة، اوكي، or the nature reserve، اوكي، on holidays، يبقى عندي هنا ايه، هنا on، اوكي، ايه طبعا رقم اربعة، on holidays، اوكي. طيب هنشوف مع بعض كده الكلمة الموجودة بين قوسين غلط المفروض أصححها. هنا بقول لي not left on the corner، مفيش حاجة اسمها turning، لا turn بدل turning تبقى turn، أوكي. go straight on يبقى بدل at، أوكي، يبقى هنا عندي إيه on، يبقى go straight on مفيش at، go straight on. after a few meters، أوكي، take مقولش taking بقى أو take، يبقى taking غلط أو take. Number four, the supermarket is on the corner، هنا on وليس in، on the corner وليس in، okay. The Italian restaurant، okay، is، okay. The station and the library، في عندي مكانين، المحطة والمكتبة، يبقى احنا قلنا between بتيجي بين شخصين أو شيئين، يبقى from ما تنفعش، أكتب هنا إيه between، يبقى هنا إيه between، بين، ليه طيب؟ عشان between بتيجي بين مكانين او شخصين. نمبر 6، how do I go opposite the station to the bank please. طيب اوكي، يبقى عندي هنا the station to، يبقى هنا from، من مكان الى اخر، يبقى هنا from، هنا from، من ايه، من المحطة الى ايه، الى طبعا ايه، الى البنك، يبقى opposite ما تنفعش، اكتب from. نمبر 7، اوكي، walk past، ما فيش حاجة اسمها walked، لا او لي او walk، walk past the botanical gardens. number 8، I never go to school on Fridays، في ايام الجمعة، ما اقولش at او on، ليه؟ عارفين طبعا on تيجي مع الايه ايام الاسبوع، يبقى هنا on Fridays، يبقى ايه في ايام الجمعة انا لا اذهب الى المدرسة. number 9، it was raining، okay، it was، الدنيا كانت بتمطر، اوكي، on Sunday morning، ما قلتش in، لا on، يبقى هنا عندي on وليس in، on Sunday morning. number 10، he likes to walk the evening، عندي هنا ايه the evening، يبقى ايه هنقول بقى ايه in the evening وليس on the evening، يبقى هنا in وليس at، in the evening في المساء. number 11، I will meet her two months، اوكي، انا هقابلها في خلال شهرين، خلال ايه شهرين، اوكي، يبقى ايه هنا اقول ايه، اقول ان، ان جاي انا في خلال، ان two months يعني في خلال شهرين. number 12، my father isn't here at the moment، هنا ايه، هنا at، في هذه اللحظة، يبقى هنا ايه بدل ان اقول at، at the moment، يبقى ان هنا ما تنفعش، اوكي، at the moment. number 13، school starts، اوكي، عن هنا سبتمبر، طبعا ده شهر صح كده، طيب احنا قلنا شهور اخد مع ايه، اخد مع ان، يبقى شهور ياخد مع ان، ان سبتمبر، ان ان سبتمبر. number 14، the bakers opens 5 am، دي ساعة، يعني الساعة كام، الساعة 5، يبقى at، ليه at، عشان الساعة يجمع ايه، يجمع at، يبقى هنا ايه at، ليه، عشان الساعة يجمع at. number 15، my father was born، اوكي، دي هنا سنة 1900، اوكي، و70، 1970، 1970، يبقى ان، ان ليه، عشان السنة تاخد ايه ان، اوكي. 16، we sang a song birthday، ده ايه طبعا مناسبة مع المناسبات، يبقى عندي هنا ايه المناسبات، احنا قلنا بتاخد ايه، تاخد اوكي at my birthday، طبعا on my birthday، يبقى at ما تنفعش، at ما تنفعش، ليه؟
عشان دي مناسبات. اوكي هنا at the weekend، ما اقولش in، at the weekend. اوكي واكمل ايه؟ واكمل باقي الجملة. يبقى كده قلنا حرف الجر لازم اكون حافظها عشان اقدر طبعا ايه، اقدر اوكي اجاوب على الاسئلة. طيب نيجي هنا بقى بالنسبة ل سنتر، مونيمنت سنتر يعني وسط او مركز، مونيمنت اثار، ات فيزيتنج ستيشن اي فيزيت. نشوف مع بعض. لوكسور is known as the world's greatest open air museum. الأقصر معروفة بأنها أكبر متحف مفتوح أوكي في العالم. It's home to of Egypt. أوكي to some of Egypt's most famous temples. فيها معابد كتيرة مشهورة، tombs ومقابر، and monuments وآثار. ده يبقى هنا ايه؟ مونيمنت رقم واحد. It is an important tourist يبقى tourist طبعا اوكي. tourist center مركز سياحي ايه مهم جدا، يبقى هنا عندي center. اوكي nowadays as a small city visitors can get to Luxor as easily by taxi as by horse drawn carriage. اوكي بالحصانة، الحنطور يعني، الحصانة او الحنطور العربية إيه التي يجرها الحصانة يعني الحنطور يعني. اوكي طيب قلنا at lunch time، هنا عندي lunch time، يبقى هنا ايه؟ at lunch time you can any place you can visit. يبقى هنا ايه؟ visit. ده number كام؟ number 4. يبقى هنا عندي visit 4، هنا ايه؟ visit. طيب اوكي هنشوف مع بعض كده. the bank is the bank please. هنا بيسأل على البنك، يبقى مش وين، يبقى هنا وير، يبقى وير is the bank please. اوكي go past the train station it is on the left وليس in. يبقى هنا on the left، ليه بقى؟ قلنا on وليس ايه، وليس in. number 3 take the first road then turn right، مش turning او turn بس. number 4 do I go to the theater please. طبعا how، بسأل ازاي، كيف يمكنني ان اذهب. يبقى هنا how can I go او how do I go، يبقى هنا how وليس ايه، وليس where. number 5 okay go straight on، على طول كده عرفها التركيب على بعضها، go straight on then turn left. number 6 the library is on the right، يبقى هنا on وليس at، on the right، on the right وليس at the right. number 7 okay take وليس taking، take okay the second road، take وليس taking. number 8 we have got English on Thursday، on ليه؟ عشان ده ايام، يبقى ايه؟ يوم الخميس، يبقى on وليس at، الايام يجي معها on. number 9 I am going to Italy. Okay. عندي a week. I am going to Italy a week. يبقى هنا in a week. يعني in a week يعني في خلال أسبوع. In a week يعني في خلال أسبوع. In a week وليس on. number 10 trees have lots of flowers. هي طبعا ده ايه؟ ده اللي هو فصل من فصول السنة. يبقى in ليه؟ احنا قلنا مع السنين والفصول تاخد in وليس at. Okay. number 11 the bus left 5 past 10 ساعة اهي، يبقى طبعا at، ليه؟ عشان دي ساعة، يبقى at. اوكي 12 the sports center is not the aquarium and، في يعني مكانين الاكواريوم والهوسبيتال، يبقى على طول ايه؟ between. ليه؟ between تيجي بين شخصين او ايه او مكانين. number 13 walk me up. اوكي يعني صحيني، يعني اوكي صحيني in the morning، in وليس at، in the morning وليس at the morning. number 14 yesterday I went to bed at midnight وليس on، at midnight. number 15 they arrived late at night وليس in night، at night. number 16 I usually go swimming on number 16 عند هنا ده شهر، يبقى in، ليه بقى؟
الشهور تاخد ان وليس ات. الشهور بتاخد ان. تاني، الشهور يا جماعة بتاخد ان. الشهور والسنين والفصول والقرون كل ده ياخد ايه؟ ياخد ان. تاني، الشهور بتاخد ايه؟ ان. نمبر 17، he did his homework on the morning. on the morning، طب هنا اقول ايه؟ اقول this morning، مفيش حاجة اسمها on. ليه؟ عشان this morning ما تاخدش حرف جر خالص، اقول this morning على طول بدون حرف جر. نمبر 18، I always go out Friday on the يوم، يبقى on وليس in. ليه؟ عشان الأيام بتاخد on وليس ايه؟ وليس in. هنشوف مع بعض السكيلز هنا ولاد. طبعا ايه الحاجات دي مهمة جدا. ليه؟ انا بستخدمها في ايه؟ اعطاء الدايركشن. ايه؟ بستخدمها في الدايركشن بالذات، فنحفظها، لازم نحفظها. ركز معايا كده يا ولاد. سؤال بيقول لي بقى where is the library please؟ where is the library please؟ walk او go past the restaurant. اوكي، امشي على طول كده، مر ب ايه؟ بالمطعم. هتلاقي بقى it is on the right، هتلاقي على ايدك اليمين it is on the right. تاني، walk او past، walk او go past the restaurant it is on the right، هتلاقي على ايدك اليمين it is on the right، يعني هتلاقيها على ايدك اليمين it is on the right، هتلاقيها على ايدك اليمين. how do I go from the market to the cinema، او how do I get، يا اما go يا اما get، الاثنين صح. اوكي، go او get الاثنين صح. from the market، من الماركت الى السينما. take the second route، اوكي take the second route، وبعدين turn right، ادخل يمين it is on the left، هتلاقي عندك شمال، يبقى turn right it is on the left. how can I go او how can I get to، يبقى اما go اما get to the station، ازاي اروح المحطة لو سمحت. go straight on then turn left it is on the corner. تاني، go straight on، امشي على طول، go straight on turn then turn left it is on the corner، هتلاقي عندك الشمال. could you tell me the way to the park، ممكن تقول لي الطريق للحديقة. it is on the right opposite the bank. تاني، it is on the right، it is on the right opposite the bank. how far it is، for about يعني تقريبا 10 minutes، تقريبا ايه 10 دقايق. اوكي، ايه for about 10 minutes يعني تقريبا 10 دقايق. تاني، for about 10 minutes يعني تقريبا ايه 10 دقايق. اوكي، طيب هنشوف مع بعض هنا ايه الديالوج، ونشوف مع بعض كده ازاي نقدر نكمل ايه هذا الديالوج. اوكي، طيب بيقول هنا بقى ايه، هالو منى where are you، where are you. طبعا منى تقول لها ايه؟ هتقول لها I am at the library، انا موجودة فين؟ في المكتبة. انا دلوقتي موجودة فين؟ انا دلوقتي موجودة في المكتبة. يبقى هنا اوكي منى تقول لها I am يبقى I am at the library، انا دلوقتي موجودة فين؟ في المكتبة. طيب تمام، I am next to the station. اوكي، انا ايه؟ طبعا جنب المحطة. طيب how do I go from the station to the library، how do I go، هنا how do I go from the station to the library، ازاي اقدر اصل للمحطة من ايه؟ من المكتبة، يعني هاجيلك ازاي. اوكي، it is easy، from the station go straight on، يعني يمشي على طول. انت دلوقتي فين؟ في المحطة، مش كده؟ وعايز تيجي المكتبة، ايوه. طيب go straight on، امشي على طول، تمام، يعني كده. طيب امشي قد ايه؟ how far it is from here، يبقى هنا بسأل يعني how far، المسافة قد ايه؟ يعني بمشي قد ايه؟ يبقى هنا اقول ايه؟ how far يعني قد ايه؟ how far is it from here يعني المسافة قد ايه؟ it is about 20 meters from here يعني مسافة صغيرة جدا، 20 متر بس كده. do I go past the sports center، هل فيه ايه؟ طبعا مركز رياضي في الطريق. اوكي، هنا ايه؟ طبعا لا، no، لا مفيش. اوكي، no مفيش ايه خالص. turn left، ادخل شمال.
then walk past the botanically garden. ادخل شمال هتعدي على ايه؟ على botanical gardens. اوكي okay, I am walking past them now. Can you see me? انت شايفاني؟ Yes I can. كان اهي يبقى yes I can. Yes I can. نشوف حاجة تانية. You ask a policeman about the nearest sea supermarket. انت بتسأل عن ايه؟ اقرب supermarket. Excuse me, is there a supermarket near here? في هنا supermarket قريب من هنا؟ Yes, there is. ايوه في. يبقى yes, there is. Yes, there is. It is next to the cinema. جنب السينما. It is next to the cinema. جنب السينما. سأل سؤال. How do I go there, please? How do okay. I go. ازاي اروح هناك؟ يبقى how do I go there? How do I go there? يبقى ازاي اقدر how do اهي؟ How do I go there? ازاي اقدر اروح الى ايه هناك؟ How do I go? Okay. I go ايه؟ I go there. I go there. How do I go there? Okay. Please. طيب the traffic lights take the first road on the left. ادخل في اول شمال. Is it there? Okay. No, it is not there. No, it is not there. Go straight on. It is on the corner. ادخل او امشي على طول هتلاقي طبعا على ايه؟ على ايه؟ او في الكورنر. On your right. على ايدك اليمين. على ايدك ايه؟ اليمين. سأله سؤال. No, it is not far from me here. يعني هل المكان ده بعيد؟ قال له لا مش بعيد. يبقى is it far from here؟ قال له لا مش بعيد. يبقى is is it far from here؟ يبقى هنا is it far is it far from here؟ هل هذا المكان بعيد من هنا؟ قال له لا المكان مش بعيد. اوكي طيب طيب هنا ايه؟ قال له ايه بقى؟ قال له ثانك يو طبعا اشكرك. قال له يو ار ويلكم. قال له ثانك يو. هنا اقول له ايه؟ يو ار ويلكم. يو ار ايه؟ يو ار ويلكم. هنشوف مع بعض يا اولاد هنا في التست يور سيلف. التست دوت تست يور سيلف. في عندي هنا A stranger is asking احمد for the way to the park. نفس الكلام برضو هنا عن الاماكن كلها. ايه طبعا في واحد بيسال احمد ازاي يروح البارك الحديقه. الغريب بيقول له يبقى excuse me can you help me ممكن تساعدني؟ طبعا yes of course. طبعا yes of course. اوكي ماشي. قال له يبقى قال له how do I go the park please. How do I go؟ نحفظ السؤال ده. How okay. do I go? How do I go? How do I go? Okay. To the park please. أنا عايز أروح البارك لو سمحت. How do I go to the park please؟ نحفظه مع بعض. How do I go to the park please؟ قال له go straight on till you reach the traffic lights. You mean it is on the traffic light؟ أو you mean it is at the traffic lights؟ No. From the traffic lights turn left it is on the right. Okay. طيب وبعدين قال له ايه بقى؟ قال له طب how far يعني ايه؟ how far it is from me here يبقى قد ايه؟ قال له it is about 200 meters. It is about 200 meters يعني تقريبا ايه 200 متر. Just 200 meters. It is very near. Thank you very much. You are welcome. You are welcome. Okay. نقول تاني. Number three. قال له بقى how far it is from here. نحفظ السؤال. How far is it from here. تاني. How far is it from here. قال له it is about 200 meters from here. Okay. هنا طبعا قال له thank you. قال له ايه؟ You are welcome. You are welcome. هنشوف مع بعض. في عندي on وفي عندي monuments وعندي history in centers وعندي squares. I live in منصورة. It has a rich طبعا history. يبقى منصورة لها طبعا لها تاريخ ايه؟ تاريخ اوكي طبعا مليء بالاحداث. It is located in the middle of the Nile Delta. It has many parks and sports centers. اوكي منصورة was built in 1219. It has a sports stadium which is the home to its football team. It is famous for its طبعا monuments. هنا ايه مشهورة بآثارها especially okay. طبعا شنواني بالاس
It was built by an Italian architect in 1928. هنشوف مع بعض الأسئلة هنا مع بعض كده. نشوف سؤال رقم واحد. We form the opposite of attractive. عايزين نجيب أوكي عكس كلمة attractive عن طريق إضافة البريفكس. دي معناها بادئة. إيه هي البادئة بقى؟ اللي هي unattractive. Unattractive غير جذاب. Number two, to form the adjective from bees. أنا عايز أجيب الصفة من bees. تبقى إيه بقى؟ تبقى peaceful. Peaceful. Okay. Number three, and what is a building where fish and the underwater animals are kept. طبعا الأكواريوم طبعا. على طول أكواريوم. Number four, please be careful. كن حذر. Be careful. Okay. Number Okay. Number five. The TV show was interesting. We all like it. We can replace interesting. ممكن نحل ايه او اشير ايه interesting ونحط مكانها بقى exciting. يبقى هنا عايز يبقى عايز كلمة بتصرف من interesting. هي exciting. Okay. Number six. Go straight on until you reach the river. عايز كلمة العكس الانتينوم من reach. يبقى leave. ريتش يعني نصل عكسها ليف يعني يغادر. اوكي طيب هنشوف مع بعض هنا. طبعا could you tell me the way to the history museum please. يبقى could you هنا مش حاجه اسمها turning قلنا turn. number 3 قلنا on Monday الايام بتاعت مع on وليس at. number 4 قلنا اوكي my grandfather died in السنه يبقى in وليس on. السنين تاخد in وليس on. We went to the zoo okay last week. هنا قال لي بقى ايه؟ قال لي last week. طبعا last week ما فيش حاجة معاها خالص، فيش حرف جر، يبقى ايه؟ أقول last week فقط من غير حرف جر. ليه؟ قلنا في كلمات اوكي أو تعبيرات ما ينفعش آخد معاها حرف جر خالص اوكي زي last week اوكي. هنا بتيجي بدون حرف جر. وكده يبقى وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وأذكرك إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.